السلام عليكم. اليوم راح نبلش بشوية حالات سريرية في مادة الأنف أذن حنجرة الـ E&D. وأكيد ما راح تكون حالات صعبة، نقيت الحالات لتكون عم تحكي عن مواضيع مهمة، أشهر وأهم المواضيع، مواضيع خرج يجي عليها كثير أسئلة وخرج نشوفها بالحياة اليومية، فأكيد ما راح تدخل بتفاصيل تخصصية وفيها تعقيدات ما بهمنا. بشكل عام فيديوهات المواد عن عيادات مثل الأذنية رح تكون سهلة، لكن بتركز على مواضيع مهمة وشائعة. بتبلش بأول حالة. امرأة عمرها 82 سنة مع الزهايمر، أجت على المكتب أو العيادة بشكاية أو للقيام بفحص نيو أنست درولينج. الدرولينج هو سيلان اللعاب، يعني ما بتحسن تبلع اللعاب أو تحتفظ فيه بفمها، فبصير في سيلان من جانب الفم للعاب. هذا شيء جديد ما موجود من قبل. المريضة lives in a nursing home، بتعيش في دار للعجزة يعني. وال the staff noticed، يعني المساعدين الممرضين لاحظوا انه عم بصير معها liquid drip out of the right side of her mouth when they feed her، انه لما عم بطعموها عم بينزل السائل، عم بيشرب طعام من جانب الايمن للفم. She has also been very tearful over the past 2 weeks، ولاحظوا كمان خلال الاسبوعين الماضيين عم بتدمع كتير، عم بينزل كتير دمع من العين، particularly at night when she wakes up crying and clutching her ear، خاصة خلال الليل أحيانا عم بتفيق وهي عم تبكي وماسكة دانا، عم تمسك دانا وعم تعصر الدان يعني. المريضة مع الضغط نمط تاني، عفوا السكري من نمط تاني، وبتحتاج لإنسولين وعدة أدوية للتحكم بالسكر. بالنسبة للجلوكوز السكري الـ A1C كانت 8.5، نحن نعرف الطبيعي لازم يكون تحت الستة ستة ونص، عند السكريين لازم نضبطها تقريبا عند السبعة، هي عند 2.5. الحرارة عفوا الحرارة 38، ضغطة 140 على 90، نبضة 96، ومعدل التنفس 18. الفحص السريري للأذن اليمين لاحظنا في عندي granulation tissue، نسيج حبيبي في القناة القناة الخارجية للأذن اليمين، وحوالين surrounding حوالين نسيج الحبيبي في عندي white drainage in the floor of the canal، في عندي يعني إفرازات بيضاء اللون في أرضية القناة. the tympanic membrane الغشاء الطبل واضح، الموبايل تمنيوماتيك اوتوسكوبي واضح ومتحرك، يعني إذا نفخنا بالمنظار نفخ الهواء عم يتحرك غشاء الطبل حر ما فيه انتفاخ. إذا مريضة الزهايمر بتعيش في دار العجزة، لاحظوا الممرضين إنه عم بينزل اللعاب، ما عم تحسن تبلع اللعاب او تحتفظ اللعاب بفمها، ولما عم طعموها كمان عم بتكب جزء من الطعام في الطرف الايمن من الفم، واحيانا بالليل عم بتفيق وهي عم تبكي وماسكه دانا. نحن بدنا نحط يعني اعتبار انه مرضى الزهايمر بيشبهوا الاطفال، ما رح يحسنوا يعبروا بدقه عن شكايتهم، حتى ممكن ما يعبروا ابدا عن الشكايه، ممكن عم بحسوا بالم وما يحسنوا يعبروا عن الالم، او يعني ممكن السبب يكون انه هن ما بيعرفوا يعبروا، او حتى في حالات متقدمه ما بيعرفوا يفسروا الحس، بيفقد القدره على تفسير حس الالم. فهون ممكن المريض عم تفيق وهي ماسكه دانا، ممكن وهي عم تبكي كمان، ممكن عم بتعاني من الم في الاذن لكن ما عم تحسن تعبر عن الالم، فمثل الاطفال تمسك الاذن وبتبكي محاوله انه تفهم الاندام انه في وجع بهالمكان. لاحظنا كمان facial asymmetry، عدم تناظر في الوجه، with some downward deviation of the right corner of the mouth، مع هبوط في الطرف الأيمن من الفم. إذا الوجه غير متناظر والطرف الأيمن من الفم نازل لتحت شوي، يعني هبوط. عم بسألني إيش هو العامل causative organism، إيش هو العامل الممرض الأرجح في حالة المريضة. إذا السؤال مو عن المرض، السؤال هو عن مسبب المرض، فمفترض السؤال إنه نحن عرفنا مين هو إيش هو المرض. قبل ما نناقش الحالة نشوف الخيارات، عندي الاسبرجلس نايجر او نيجر، الهربيس زوستر، السيدوموناس اريجينوزا، الرايزوبا سبيشيز، والستريبتوكوكس نيمونيا. طبعا هدول الاسماء العلمية ما بدهم ترجمة، هو الصح انه نحن نعرف مصطلح يعني اسماء باللاتيني، ولانه بالعربي يعني هي ترجمة حرفية للاتيني. مثلا نعرف السيدوموناس اريجينوزا هي الزائف الزنجاري بالعربي، والستريبتوكوكس نيمونيا هي السباحيات الرئوية أو العصيات الرئوية، أسبرجيلس هي الرشاشيات، الريبيز زوستر هو الحلق، وهكذا. الريزابس
يمكن هي المفصلية الأرجل صراحة، بس ماني متأكد. برجع بقول العربي بأسماء المتعضيات، أسماء جراثيم الفيروسات، ما بهمنا العربي، بهمنا اللاتيني خسرا. طيب نحن ما بنحسن نعرف مين العامل المسبب إذا ما عرفنا إيش هو المرض. عجب إيش هو المرض. إذا المريضة عمرها 82 سنة بتعاني من مع السكري، والسكري غير مسيطر عليه، 2 ونص ما بحسن أعتبره مسيطر عليه، وحتى دليل على ذلك إنه بتاخد أنسولين وعدد أدوية تانية، فهو سكري صعب السيطرة. وكمان بما إنه هي مريضة الزهايمر فأكيد ما رح تحسن تعتني بحالها، ممكن تكون عرضة للالتهابات أكثر وعرضة للأذيات الشخصية أكثر، لأنه يعني وسائل الدفاع اللي بيمتلكها الشخص الطبيعي، هل الشخص المسن المصاب بالزهايمر ما بيمتلكها، فبعرض حاله لكمية أكبر من المتعضيات وكمية أكبر من الأذيات. وأيضا طبعا بهالعمر راح يكون جهاز المناعة أضعف، إن كان بسبب العمر وإن كان بسبب السكر المزمن غير المسيطر عليه. بالفحص نحن شفنا نسيج حبيبي، نسيج حبيبي، نتعلم نسيج حبيبي في القناة السمعية الخارجية عند مريض سكري، فورا بفكر بالتهاب أذن خارجية منخر أو خبيث. إذا تشخيصنا هو التهاب أذن خارجية من النوع الخبيث، خاصة أنه شفنا أنه غشاء الطبل الطبيعي متحرك شفاف ما في أي مشاكل، فمشكلتنا ما هي بغشاء الطبل وبعده، يعني ما هي بالأذن الوسطى، مشكلتها فقط بالأذن الخارجية في النسيج حبيبي. بفكر مريضة سكرية بهالعمر بفكر بالتهاب أذن خارجية منخر أو خبيث. العامل المسبب لهالمرض راح يكون السيدوموناس الزائفة الزنجارية. إذا نتعلم عن النكروتايزينج أو المالجننت أوتيتس إكسترنا، التهاب الأذن الخارجية الخبيث أو المنخر. عوامل الخطر هن العمر فوق 60 والسكري، تمام، هدول الموجودات على مريضتنا. كمان بعض عوامل الخطر عن الأورال إيريجيشن اللي هو غسيل الأذن، اللي بيسووا بيغسلوا الأذن مثلا يشيلوا جسم غريب أو عشان ينظفوا الصملاخ، هذا بيكون أيضا عامل خطر لحدوث التهاب الأذن الخارجي الخبيث. إذا العامل المسبب للأشعة هو الزائفة الزنجارية سيدوموناس إيريجنوزا. التظاهرات السريرية Severe Unremitting Air Pain، إذا ألم ألم أذن شديد وما بخف، يعني دائما بنفس الشدة، لكن بكون أشد شيء في الليل وعند المضغ. الشيء اللي صار مع مريضتنا ما فهمنا مباشرة أنه بصير في عندي أذيات في العصب القحفية السفلى، مثل العصب القحفي السابع والعاشر والحادي عشر. بالفعل نحن مريضتنا ليش عم بينزل الوعاء ما بتحسن تحتفظ بالوعاء في جوف الفم؟ ليش لما عم طعموه عم بكب جزء من الطعام عم بينزل عم بيطلع برا التم؟ لانه في يعني ضعف في العصب السابع اللي هو العصب الوجهي، اللي هو بيعصبني العضلات العضلات التعبيريه في الوجه، فالعضلات عضلات الشفه وعضلات الخد في يعني ضعف فيها، وبالتالي المريضه ما بتحسن تحتفظ بمحتوى جوف الفم، وجسم قسم من هالمحتوى عم بينكب وعم بيطلع برا الفم. هذا هو السبب. السبب اذا هي اذيه في العصب السابع. ايضا راح نشوف نسيج حبيبي مثل ما شفنا، وإذا سوينا تحليل راح نشوف ارتفاع في الـ ESR اللي هو معدل الترسب. العلاج هو علاج إسعافي حقيقة، التهاب الأذن الخارجية المنخر هو حال إسعافية، إذا اكتشفناه لازم نعالجه بسرعة، لأنه إذا ما عالجناه بيتدهور الوضع، ممكن يصير يعني مضاعفات مثل التهاب سحايا والتهاب عظم ونقي لعظم القحف وعظم الجمجمة، مشاكل كثير سيئة. وحقيقة قبل ما يكون في عند العلاج، قبل ما نعرف ايش العلاج ويكون عند الصادات حيوية مناسبة، كانت نسبة الوفيات 50%. تخيلوا نص المرضى اللي كانوا بيصابوا بهالمرض كانوا بيموتوا. لكن هلا بعد ما عرفنا نشخص، فالعلاج هو واضح، اللي هو عبارة عن مضادات حيوية ضد الزائفة الزنجارية وريديا، بدنا وريدي بكميات كبيرة. وعادة الأشهر مضادات الزنجاريات هن السيبروفلوكساسين. وعند الحاجة ممكن نساوي surgical debridement اللي هو التنظير الجراحي، بزيل النسيج الحبيبي، بنطفه، بظبط النسيج. طبعا هذا شيء إضافة للصاد الحيوي، إذا الصاد الحيوي وريدي مخصص للسيدوموناس هو أهم شيء، اللي عادة راح يكون هو السيبروفلوكساسين. إذا التهاب الأذن الخارجي المنخر بشك فيه عند كل مسن وعند كل مصاب بالسكري، هي حالة إسعافية بشخصة عن طريق وجود نسيج حبيبي وعن طريق أذيات في الأعصاب القحفية السفلية مثل السابع والعاشر والحادي عشر، وأيضا بعالجه بالكميات جرعة عالية من الصادات الحيوية الوريدية. نشوف الحالة الثانية، مريض رجل
عمره 60 سنة أجا على العيادة بشكاية problems in his right hearing aid، إنه مشاكل في ال hearing aid، هي معاينات السمع، الأجهزة اللي بحطوها المرضى اللي معهم ضعف السمع بحطوهم اسم معاينات سمع، يعني بيساعدوهم على السمع. المريض قال كان لابس الجهاز تبعه لعدة سنين، لكن حاليا يعني في الفترة الأخيرة got fitted for new walls because his old ones were cracked and would scratch his ear canals and incision. إذا صار إنه المريض هو من عدة سنين معه ضعف السمع، كان بحط هالجهاز من معاينات السمع، لكن مؤخرا الجهاز تبعه صار قديم، يعني صار له كذا سنة وكان يعني بتشرك فيه مكسور وكذا، فكل ما يحطه بدان المريض كان هالكسر، يعني مو الجهاز مكسور، كان هالمحل الكسر عم بيقدش خدش للقناة الظاهرة، عشان هيك قرر انه يكب الجهاز يشتري واحد جديد. طبعا الجهاز لازم يكون يعني مصمم لأبعاد الأذن، تبع أبعاد الأذن والقناة تبع الشخص، فبياخدوا قالب للأذن وبصمموا الجهاز بالأبعاد المناسبة مشان يرتاح المريض مع الجهاز، لا يكون كتير كبير أو كتير صغير عليه. فإذا هذا يعني new molds، إنه قالب جديد مصمم مشانه خصيصا، لأنه مثل ما قلنا القديم كان مكسور وكل ما يحطه كان عم بيجرح أو عم بيخدش دائما. خلال يومين ماضيات لاحظ drainage from the right ear that causes the aid to become clogged. لاحظ إنه في عندي سيلان من الأذن اليمين، فالسيلان عم بخلي إنه عم بسد الجهاز، عم بدخل بالجهاز تبع السمع وعم بسده. His right ear canal also feels swollen, itchy and painful. عم بحس إنه قناة اليمين، قناة الأذن اليمين منتفخة وحاكة ومؤلمة. عم بقول إنه ما واضح إذا المريض صار في عنده ضعف سمع إضافي، يعني إذا تغير مستوى السمع تبعه ولا لا. ليش؟ لأنه ما بيحسن يحط الجهاز، أذنه أتما عم بتألمه عم بتحكه، يعني ما بيحسن يحط الجهاز لنسوي له اختبار السمع، فما بنعرف إذا السمع عنده تغير ولا لا. المريض ما بحس بدوخة، ما عنده ألم في البلعوم، إذا ديزي والدوخة، السور ثروت، ما عنده ألم في البلعوم، ما عنده راينوريا سيلان أنفي، ما عنده سعال. المريض ما عنده أي مرض مزمن ثاني وما عنده أي جراحات سابقة. حرارته 37، ضغطه 146، نبضه 90. فحص الأذن اليمين سبب له ألم متوسط الشدة. إذا مريضنا عمره 60 سنة بيستخدم معينات جهاز معين للسمع لمدة عدة سنين. الشيء المهم اللي لازم انتبه عليه إنه هو قرر يغير جهازه لأنه كان جهازه مكسور عم سبب له خدش. الخدش المتكرر لقناة الأذن الخارجية ممكن سبب التهاب، هذا شيء بديهي جدا. فأصلا الشكاية اللي أجا فيها هي سيلان من الأذن اليمين والقناة متوذمة حاكة ومؤلمة، فأنا فورا بفكر بالالتهاب قناة السمعية الخارجية. بالفحص كمان الفحص شفت أن القناة هي بالفعل متورمة erythematous، يعني محمرة and has prevalent discharge، وفي عندي سيلان قيح، ما عندي نسيج حبيبي وغشاء الطبل طبيعي. فحص أعصاب القحف كان أيضا طبيعي، إيش هو التشخيص الأرجح؟ acute otitis externa، التهاب أذن خارجية حاد. allergic contact dermatitis، يعني التهاب جلد تماسي تحسسي. cerumen أو cerumen infection، يعني انسداد صملاق. كولياستياتوما، ورم كوليسترولي. necrotizing في الحالة الماضية، التهاب أذن خارجية منخر أو خبيث. ولا serous otitis media with effusion، يعني التهاب أذن وسطى مصلي مع انصباب. التشخيص راح يكون التهاب أذن خارجية. إذا منقارن من هالحالة والحالة الماضية، الحالة الماضية كانت التهاب أذن خارجية لكن منخر أو خبيث عند مريض معه سكر، مريض كبير بالعمر، شفنا بالفحص نسيج حبيبي. هنا أولا المريض ما معه سكر وما شفنا نسيج حبيبي، هذه عبارة عن التهاب أذن خارجية بسبب الخدش المتكرر من قبل الجهاز المكسور، لكن مو خبيث مو منخر والتهاب عادي، التهاب عادي. العامل المسبب كمان راح يكون السيدوموناس، إذا خبيث أو ما خبيث العامل المسبب هو السيدوموناس. عندي كمان عامل تاني شائع هو الستافيلوكوكسس أوريس، العنقوديات المذهبة. عوامل خطر ممكن يكون المي، ممكن يكون أذيات ردود مثل نكشات الدانين أو الشمع اللي بحطوها أحيانا على أساس لتنظيف الأذن، طبعا هذا الشيء مو كويس. الأجسام الأجنبية مثل معينات السمع، مثل الهيدفونات، سماعات نسمع فيها موسيقى. ممكن يكون بعض المشاكل الجلدية مثل الإكزيما والتهاب الجلد. الأعراض راح تكون ألم في الأذن،
حكه سيلان وافراز وضعف السمع. ممكن يحس او يحس المريض الم لما عم نلمس الصيوان. اذا اوريكال مانيبيوليشن عند لمس الصيوان بتحرك عن الالم. يمكن الريتما احمرار في القناه السمعيه ووذمه ومنشوف حطام يعني حطام خلوي. وايش بنشوف؟ بنشوف التيمبانيك ميمبرين سبير يعني ما في مشكله بغشاء الطبل، غشاء الطبل يكون واضح غير ملتهب بدون وجود اي نوع من الانصباب. العلاج كمان رح يكون مضادات للفلوروكينولون، مضادات السيدوموناس او بشكل عام يعني صاد حيوي للعوامل اللي بتسبب التهاب الخارجيه. لكن موريدي موضعي هالمره، اذا علاج موضعي مثل الفلوروكينولونات. ممكن نطبق ايضا قشانيات سكريه، جلوكوكورتيكويد ايضا موضعي. تمام، فهي هي الحاله. نشوف هون بالصوره صورتين بتوضح لي الاحمرار والوذم الموجوده بالقناه السمعيه الخارجيه. وهذا كمان عم نشوف هون حطام خلوي وسيلان قيحي في الاذن الخارجيه. وغشاء الطبل عم بيكون يعني ما كثير واضح بالصوره بس عم بيكون طبيعي شفاف. شوفوا عندي القسم اللامع، الهرم اللامع واضح، ما عندي انصباب، ما عندي انتفاخ في غشاء الطبل. اذا مشكلتنا في الاذن الخارجيه فقط وفقط. العلاج بالفلوركينولونات او اي صاد حيوي ممكن نستعمله ليغطي العوامل المريضه والقشرانيات السكريه. مو شرط لكن ممكن نستعمله. اذا هي الحاله بسيطه ما فيها مشكله. الحاله الثالثه رجل عمره 58 سنه اجى على العياده بشكايه muffled hearing and difficulty understanding speech over the past several days. اذا أحس بانخفاض في قدرته على السمع. muffled يعني كانه حاطط مخده على دانه، انخفاض في السمع، عم بيسمع كل شيء من بعيد مع انه الشخص عم بيحكي جنبه. difficulty understanding speech صعوبه في فهم الكلام خلال الاسابيع الماضيه. تاريخه المرضي، في عنده ضغط، في عنده داء شرايين اكليليه، ischemic cardiomyopathy اعتلال القلب اقفاري، و chronic kidney disease داء كليه مزمن. تعرض المريض لعده مرات يعني راح المشفى بسبب acute heart failure decompensation، صار معه فقدان للمعاوضه يعني حاله فشل قلبي حاد. عشان هيك كذا مرة راح المشفى، يعني أسعفوه للمشفى. ومؤخرا عالجوه لأكيوت بروستاتيس، التهاب بروستات حاد. علاماته الحيوية كانت طبيعية، فحص الأذن ما شفنا أي شيء مو طبيعي. سوينا تخطيط للسمع طلع عنا symmetric high frequency sensory neural hearing loss، إذا فقدان سمع حسي عصبي متناظر في الأذنين للتواترات المرتفعة. إذا symmetric متناظر، high frequency تواترات مرتفعة، sensory neural hearing loss صمم حسي عصبي. عبال ايش هو الدواء؟ الاشعة الارجح اللي سبب لي اعراض المريض. اذا كمان هون هو عم بيفترض انا عرفت ايش المشكله وعم بيسالني ايش هو العامل المسبب، لكن هون العامل المسبب هو مو جرثومه لكن هو الدواء. اسبرين، سيبروفلوكساسين، فيروزيمايد، ميتولازون ولا سكوبيتريل فارسرتان. اذا مريضنا عمره 58 سنه اجى بشكايه ضعف في السمع وعدم القدرة على فهم الكلام خلال الأسابيع الماضية. مريضنا عنده تاريخ مرضي واسع من الضغط والداء الشرايين الإبتلية واعتلال القلب والداء القلبي، الداء الكلوي. وأسعفوه كذا مرة، والمرة الأخيرة أسعفوه أو عولج لالتهاب بروستات حاد. تمام، علاماته الحيوية كانت طبيعية والفحص الأذني كان طبيعي. بالتخطيط السمع طلع عندي نقص سمع حسي عصبي ثنائي الجانب للتواترات المرتفعة. فعم بيسألني ايش هو العامل المسبب. العامل المسبب واحدة من هالأدوية، والجواب راح يكون فيروزيمايد. فيروزيمايد. إذا مريضنا هو مريض معه فشل قلب، ومن الأدوية اللي بيعطوها لمرضى فشل قلب أكيد راح تكون مدرات، مدرات بولية. من المدرات البولية عندي كذا نوع. المدرات البولية عندي مدرات عروة، عندي مدرات يزيدية، وعندي مدرات شبيهة بالفيازيد وإلى آخره. مدرات العروة هن من أكثر الأدوية اللي بتسبب السمية عصبية للعصب الدهليزي، العصب الثامن اللي هو العصب السمعي. تمام، فروزيمايد هو واحد من الأدوية اللي بتدخل بعائلة مدرات العروة، لوب دايوريتكس. فهو الدواء من الأوتوتوكسيك يعني من الأدوية السامة للعصب السمعي، العصب القحفي الثامن. فبنربط انه المريض تعرض لكذا حاله من فشل قلب حاد، اكيد هالحاله عطوه مدرات عروه، وعاده بتكون وريديا. فهالشيء اثر على العصب القحفي الثامن، سمم له سميه عصبيه للعصب الثامن، وبالتالي
صار معه صمم حسي عصبي. هذا الشيء لا يعني انه ما نستعمل هالادويه، نستعملها لكن ننتبه ما نعطيه بجرعات عاليه او حتى بجرعات سميه، حتى ممكن ما نعطيه بشكل مزمن حفاظا على سلامه العصب السمعي. اذا من اشجع الادويه اللي بتسبب سميه عصبيه للعصب الثامن هن المدرات العرويه مثل الفيروزيمايد. عندي كمان ادويه مشهوره مثل الامينوغليكوزيدات، الصيدات الحيويه مثل الجنتامايسين، هدول هالعائله من الصيدات الحيويه كمان سامه عصبيا. عندي كمان بعض الادويه المؤكله او العلاج الكيماوي للسرطان مثل السيسبلاتين، وعندي كمان الاسبرين لكن بجرعات مرتفعه جدا، جرعه 6 ل 8 جرام يوميا مثلا. فنحن بنختار الاسبرين لانه نادرا ما يستخدموا الاسبرين جرعات سامه تؤدي لتسمم العصب السمعي، لا عاده الاسبرين ما بسبب هالشيء. فالارجح كان هو الفيروزيمايد. الاسبرين ما اختلنا شيء. السيبروفلوكساسين غالبا استعملوه لعلاج التهاب البروستات، لكن السيبروفلوكساسين هو صاد حيوي ما بسبب سميه عصبيه. الميتولازون هو من مدرات ايضا لكن مدر ثيازيدي، ممكن استعملوا الميتولازون مع الفيروزيمايد اذا نوع من المدرات مستعملوا للفشل القلب. كمان ما هو مشهور انه بسبب سميه عصبيه للعصب التامن. البالسرتان كمان هو من خاصيات الانجوتنسين، كمان ما بسبب عندي صمم حسي عصبي. اذا الفيروزيمايد هو من اشهر الادويه، بنحط ببالنا اشعة اثنين من الفيروزيمايد والجنتامايسين اللي مسببوا لي سميه عصب سمعي. لازم دائما يخطروا لي بحاله اي مريض بيجيني بشكايه صمم حسي عصبي للتوترات العليا بشكل مفاجئ عاده تكون. اذا تعلمنا من حالات اليوم انه التهاب الخارجيه الخبيث او المنخر ممكن يسبب التهاب عظم ونقي لقاعده القحف. السيدوموناس او الزائفه هي من اشهر العوامل المسببه للالتهاب الاذن الخارجيه، تجي بشكايه الم اذن شديد وسيلان قيحي وايضا نسيج حبيبي. التنظير الجراحي ممكن يفيد مع اضافه يعني وريديا صادات حيويه ضد الزائفه. حاله ثانيه شفنا انه التهاب الاذن الخارجيه من اعراض الالم والاحترار والوذمه والسيلان، ممكن الاسباب تكون رد للاذن الخارجيه او اجسام اجنبيه او غسيل الاذن. الزائفه كمان هي من اشهر الاسباب وتعالج هالحاله موضعيا وليس وريديا. مدرات العروه شفتها بالحاله الثالثه انه هي ممكن من الادويه اللي بتسبب سميه عصب سمعي العصب التامي، ممكن يكون عندي صمم حسي عصبي مؤقت او دائم. اذا السميه العصبيه طبعا اكيد راح تكون في الجرعات المرتفعه مثل ما قلنا بالفيروزيمايد وبالجنتامايسين او الجلوكوزيدات. وطبعا شغله نسيتها او لا انه هالشيء اشيع عند المرضى اللي معهم قصور كليه مثل مريضنا. ليش؟ لانه راح يرتفع تركيز الدواء بالجسم، ما راح تحسن الكليه تطرحه بسرعه، فراح يرتفع تركيز الدواء وبالتالي يكون عنده قدره اكثر على احداث سميه. وطبعا اذا استعملوا كذا دواء سام عصبي مع بعض، مثلا اذا اعطوا المريض فيروزيمايد مع جنتامايسين اثنيناتهم سوا، هالشيء اكيد ايضا راح يرفع خطوره حدوث صمم حسي عصبي دائم. هذول هن حالتنا اليوم، ان شاء الله تكونوا استفدتوا ونشوفكم بحلقه قادمه ان شاء الله.